ما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية، فرح ورح نحكي عن مرحلة عمرية بيطرف فيها طبعا الجميع سواء البنات أو الشباب، اللي هي مرحلة المراهقة، وبصير كل شيء مختلف بين هل هو ما زال طفل ولازم يتعاملوا معه على أنه هو طفل أو لا هو كبر ولازم يتعاملوا معه على أنه هو شخص ناضج. وهي المعادلة الحرجة وكيفية التعامل هون بتبلش تظهر المشاكل من الأهل وأيضا عند بعض الأطفال أو المراهقين اللي بصير عندهم حالات نفسية من قلة الثقة بالنفس أو التمرد على طريقة التعامل من الأهل. خلينا نتعرف على كل تفاصيل حول كيف المراهق بيقدر يكسب ثقته بنفسه مع ضيفتنا طبعا الاختصاصية الاجتماعية والأسرية سلوى عرنو. صباح الخير سلوى. صباح الفل والياسمين حبيبتي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحك. اليوم اخترنا يمكن أدق وأخطر فترة عمرية ممكن يمر فيها الإنسان وبتكون مسؤولة عن مستقبله، نجاح أو عدم نجاح، ما بدنا نقول فشل. تماما. اليوم لما بنحكي عن الثقة عند المراهق، قد هذا الشيء مهم وكثير كبير، وشو هي المراحل اللي نحن ممكن نمرق فيها لحتى نكون هي الشخصية الواثقة من نفسها؟ حلو. هلا أول شيء رح نحكي إنه بشكل طبيعي المراهق بتبلش تضعف ثقته بنفسه بهي المرحلة. عند الكل. تماما. هي المرحلة بيكون هو مثل ما قالت الأستاذة سلمى إنه هي مرحلة بيكون عم ينتقل ما بين الطفولة وما بين الشباب. هاي المرحلة بيكون الشخص فيها بتبلش تضعف ثقته بنفسه بتغيير الهرمونات، بصير مثلا البنت بيطلع لها حب شباب، الشاب بصير حجم أنفه بصير أكبر، هالأمور هاي كلياتها صوته بيتغير، هاي القصص كلياتها أول شيء بتعمل له إحباط وعدم ثقة بنفسه من حيث الشكل. صح. شغلة تانية إنه بحس عنده رغبة كبيرة بالاستقلال، ما بيعود بيتقبل مثلا فكرة إن أمه تقول له لا أو ممنوع أو عمل هيك أو هات الموبايل هيك. يعني ببلش بحس إنه هذا الموبايل شيء له. صديقه، أنت ما إلك علاقة بصديقي شو عم بحكي أنا وياه، ليش أنا لازم إلك مين هو رفيقي؟ فهون بيصير يواجه مشاكل ومشادات مع الأهل وبرضه كمان مع المدرسة، وبالتالي بيتعرض لتصادم، بحس إنه هو محبط أو ما حدا عم يفهمه، بفوت بشيء من حزن الاكتئاب. هذا كله بيساعد بأنه هو تنخفض ثقته بنفسه ومسؤولية الأهل صارت كتير كبيرة بهذه المرحلة. من جهة إنه الأهل بالدرجة الأولى لازم يشعروا ابنهم بالتقبل إنه هن قبلانينه، الأهل بمحبتهم لابنهم بيوجهوا الكلام السلبي بدل الإيجابي، يعني مثلا أنت كتير سيء، أنت فاشل، ابن عمك أحسن منك، رفيقك أحسن منك، يعني بلش المقارنة. أول شيء لازم نبعد عنه تماما 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 موضوع المقارنة، نلغيه تماما، يعني بدل ما قارنه بحدا قارنه بالسنة اللي قبل. يعني أنا أقول له بذاته إنه أنت مثلا العام الماضي كنت متميز وأنا بوثق فيك، شو صار حتى أنت مثلا خفض معدلك الدراسي ماما؟ يعني أنا هيك بدي حاكي. هلا بدنا ننتبه لنقطة مهمة، إنه بالمراهقة بصير عنا قلق وخوف، هو بيصير بيشعر بعدم الأمان. تلاحظي إنه المراهق إذا بتشوفي كتاباته بيكتب شيء كأنه واحد قطع سن الأربعين، القلق واليأس والحياة والقدر، يعني بيكتب بطريقة غريبة كأنه شاف شيء من هالدنيا، هو ما شاف شيء أبدا، ناهيك عن أنه بيفوت حتى بمرحلة حب وعواطف وشغلات، يعني هاي الاضطراب بالشخصية الغريب. فهون أنا بدي استوعب ابني اللي عنده قلق عدم أمان، فأنا وين واجبي؟ ما أجيب سير عدم الأمان، يعني ما أحكي عن ظرفي الاقتصادي قدامه، ما حسسه أنه الحياة صعبة، هو خلقه عنده اضطراب وقلق ومشاكل. يعني خلينا نتعامل معه كأنه عندك صديقة أنت مارية. هذا الحكي ممكن عفوا يكون قبل 10 سنين حرب، اليوم حديث الشارع الظروف الاقتصادية. أوكي. وحكي أنا حديث العائلات كلياتها. هل يمكن أنه أنا هلأ أنا كوحدة ناضجة وكبيرة تأثرت بالحرب، أنا شو ذنب ابني اخلق فيه جواته هالكودات وهالبرامج السلبية اللي ممكن تأثر عليه بس يكبر؟ حديث الشارع ما اختلفنا، بس انا شو ذنبه ابني جرب له حديث الشارع على البيت؟ ممكن يسمعه في بس حال البيت اشتكيت، في حال يسمعه من البيئه المحيطه من رفقاته مجبر. ايه هو بس نحن لما بيكون نحن الاهل عم نعطي شيء ايجابي بنساعد، ليش في بيئات كثير سلبيه في ناس بتنجح فيها؟ لازم دائما انه انا بدل ما احكي مع ابني عن الظروف والشيء السيء دائما احكي معه انه ما في ليل بيستمر، تمام، في امل. دائما احكي معه انك انت هذا الليل الصبح بيطلع فجر، ما في حدا مثلا، في ناس وقعت صار معها شلل وكملت حياتها، في ناس مثلا توفوا اهلها كملت حياتها، دائما احكي معه انه في امل بالحياه، ودائما اعطيه انه انت بحد ذاتك عالم خاص، انا بحبك مثل ما انت، وبالتالي تاكيدا على ذلك
احد الامهات بيكون ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصه ما تفقد الامل فيه وبتوصل فيه لشيء. فهل يعقل انا عندي الله سبحانه وتعالى اكرمني بولد بخلقه تامه، اجي انا فوق اضطراب شخصيته عامل له اضطراب اكبر وقلق اكبر، واجي بعدين اشتكي من رفقاته ومدرسته؟ الدفاع الاول والجيش الاول لكي اي انسان بالعالم هو اهله. فبالدرجه الاولى رفع ثقته بنفسه بتكون باني اتقبله، باني حاوره. وهي كلمة حاوره هون بقى بدنا نحط تحت خط أحمر الحوار مع الطفل بهي المرحلة جدا يعني متعب. المراهق في كتير أهل بيضلوا بيمسكوا كلمة أنه أنت لساتك ولد، هذا الفصعون فكر حاله كبير، تمام، أو أنت يعني أنه شو لسه شايف أو شو عامل أو شو المشكلة العظيمة اللي عندك، يعني الاستهزاء، الاستهزاء. أيوة. يعني أنا لا بدي عامله كطفل أنه خلص أنه هو لساته صغير اسمع كلمتي، ولا بدي أتقبل أنه هو عم يكبر. تمام. هاي العلقة اللي بتصير دائما. الحوار مع المراهق بده يكون كتير بذكاء، دائما حط قدامه خيارات. يعني بس هو يجي يتصادم معي قل له طيب عنا خيار واحد واثنين وثلاثة شو بتختار؟ حطي خيارات من عندك، لأنه هو فورا بيقول لك مثلا بدي اطلع، أو أنا ما بدرس 6 ساعات، او انا ماني حابب هذا الصف، انا ماني حابب هاي المدرسه. طب شو الخيارات؟ كيف ممكن يعني اعمل خيارات خليه يقرب للشيء الايجابي؟ فيني اقول مثلا بتحب تدرس ساعه وترتاح بعدين نص ساعة، أو تدرس 3 ساعات وآخذ الموبايل منك وبعدين بتاخذه؟ بدك فورا لعقلك فورا يعطي الاثنين صعبين. اي على المراهق تمام الاثنين ما راح يبل تالت شغلة ولا تنفذ اللي بقوله بدون ما أقول لك شو هو، ما في مجال، بدك تختار. دائما الخيارات تعطيه إحساس إنه هو اللي قرر، هو اللي يعني حلوة هالفكرة. ما حدا تحكم فيه، فهو مشكلته أصلا بهي المرحلة العمرية إنه ما يخلي حدا يتحكم فيه، ما بعرف ليش بيحس إنه الآخر ند إله، عرفتي كيف؟ ثاني شغله ما في داعي انا اذا بدي فتش موبايله فتش موبايله قدامه. يعني ما في داعي هذا الاحساس، لازم انا اكون صديقه لابني. يعني اضحكي وتقبله. يعني مثلا لمحت شيء، مثلا لمحت مثلا انه هو عم يدخن مثلا. ما اعمل جرم كبير وعصب وابكي وقاتل، باخذ الدخان مجمع العيله كلها. تمام ايوه تماما. بقعد بحكي وبقول له فورا انه عاده المراهق بحب يجرب اي شيء. طبيعي الشيء اللي انت مريت فيه طبيعي، بس انا كرمالك انا مو فارقه معي، بس انت بتعرف انه صحي، يعني بدي حاكيه بوعي، بس اكيد ما بدي يكون عم دخن قدامه لانه الحكي ما عاد في مصداقيه. صحيح. لهيك نحن دائما بنقول وقت بنجيب اولاد تعاد تربيتنا من جديد، يعني الشغلات اللي نحن كنا عم ما نرد عليها باهلنا بصير نرد، لانه نحن هلا صرنا مسؤولين. فالفكره تحتاج بالدرجه الاولى مع المراهق الصبر ثم الصبر ثم الصبر. يعني يمكن السيدة تلاقي سهل التعامل مع شريك حياتها، صعب التعامل مع المراهق. ودائما أنا بقولها ما بتشعر الأم بعبء الأطفال إلا لما بصير ابنها مراهق. توصل لمرحلة، أحد الأمهات قالت لي عم بوصل لمرحلة ما عم طيق شوفه على قد ما هو متعب. بياخد بيعطي معه كتير، لأنه هو شو بيصير حتى إما بيصير هو عنده وعي أكتر، بيصير بيقول لك مثلا إنه ماما أنت ليش تتأخري بترتيب بيتك؟ انت ليش بتردي على بابا؟ ملاحظات إيه؟ مزعجة. اها. فهي هون تنظر انه هذا ابني. فالفكرة من البداية، نحن في مراحل بالتربية، من البداية علم ابني على الاحترام، على انه يحكي الاحترام، كيف يحترم حتى كل شيء مقامات، يعني عمي خالي جد هيك. هلا وصلت لمرحلة انه انا ما كنت منتبهة لهالنقطة، وبهذا السن، هذا السن بستوعبه، بحتويه، بحاول اني استوعب مخاوفه. يمكن مثلا البنت بمرحله المراهقه اذا شافت حشره تتصرف بطريقه رعب مبالغ. هي النقطه انه كل شيء عندهم مبالغ، الخوف عندهم مبالغ، فما استهزئ فيها، بس اتصرف هيك بهدوء، هيك وانا عم بتفرج، واقوم انا اعمل رده فعل انه كيف هي تتصرف، وباخذ الامور بهدوء. يعني انا شجعها، لانه هن كل شيء مبالغ، الحب مبالغ، الكره مبالغ، الخوف مبالغ، التوتر مبالغ، كل شيء عندهم مبالغ. حتى لما تقعدي تسمعيهم تضحكي، يعني تلاقي انه بيشوفوا الحياة بطريقة غريبة، وبنفس الوقت في عندهم طاقات لصناعة شيء عظيم. فبالتالي انا فيني استغل طاقاتهم. حبذا انه بهالمرحلة نستغل هالطاقات بالرياضة، بتعلم الموسيقى، وانا اكون قريبة منه واستقبل رفقاتهم، وقت ما فيني حاول اني اجمعه باصدقاء جيدين، لانه الصاحب ساحب. والصبر ثم الصبر، بيكون هذا الولد وصل لمرحلة انه قطع المرحله، وانا ما حاسه اني عملت له صدمات بشخصيته،
وقدرت اني خليه يوثق بنفسه. خلينا نحكي اليوم عن اختلاف الشخصية بين المراهقين. البعض ممكن يكون ودود، محب، معطاء، متعلق بأهله بطريقة ما، مثل ما تفضلتي وحكيتي يمكن تربى على الاحترام من الصغر وكبر معه هذا الشيء، هون يمكن بتصير التعامل معه أسهل. بعض المراهقين عندهم حالة عند كتير كبيرة، ممكن يكون عندهم بعض المشاكل النفسية اللي مو متنبه عليها الأهل. كيف بنتعامل مع المراهق العنيد جداً بحالات هي المستعصية اللي فعلا بتسبب حالة يأس عند الأهل في بعض الأحيان؟ هلا أغلب المراهقين عندهم العند، بس في عند ما قلتي عند زيادة أو عند عادي. في أشخاص بعض المراهقين بتحسي، في عند مراهق بتحسيه واعي، يعني بلش يحكي بوعي، بده يظهر شخصيته. لازم انتبه لنقطة مهمة، إنه المراهق بشكل عام بحب يلفت نظر طبعا، وبحب يكون محبوب، بيكون عنده حاجة كبيرة للحب. فأنا لازم بمجرد ابني صار مراهق بلش أعطيه اهتمام. كيف؟ إذا بدي أشتري أي غرض بالبيت بأخذ رأيه، ممكن أخذه معي مشوار وأخذ رأيه. هلأ ممكن يكون رأيه أبدا ما أنه حلو، بس شوي شوي أنا بساعده حتى يصير يعرف ينسق الألوان. ممكن شوف مثلا فيلم مفيد حطه وأقعد أحضر أنا وياه. المراهق بحب كتير أنه تهتمي فيه وتصدريه هيك وتقدريه. عنده حاجة للتقدير، حاجة للاهتمام، حاجة للحب، حاجة للأمان كبيرة، حاجة للثقة. في عنا بعض المراهقين اللي هن بيفوتوا بحالات البكاء، كل شغلة واكتئاب ودائما عندهم حزن، هذول عندهم حاجة الحب كتير كبيرة. فبالتالي أنا بدي استوعبه، لكن بقلك ما في معاناة مع المراهق غير شغلة واحدة، النقاش اللي بيتحول لجدال، لأنه هو بيتمسك برأيه بطريقة دفاع شرسة، إنه رأيه هو الصح. وغالبا انه هو بيحب راي شخص هو بيحبه كثير، مثلا معلمه، عمه، خاله، صديقه، اهم شيء مؤهله. تمام، هو هون انا بدي انتبه انه هو مين القدوه عنده. فكتير مهم انه نحن ننتبه من الطفوله عم نبني شخصيه ابننا. اذا نحن احملنا عمر معين حنعاني بالمراهقه. أكيد. وصلنا للمراهقه قدر الامكان ما قارن ابني مع ولد ثاني، حبه اتقبله. طيب بس لأنه هذا بدي اسالك عن موضوع إنجازي. القدوه، نحن هلا بهذا الوضع اللي نحن فيه الاغلبيه صار القدوه تبعيتهم السوشيال ميديا، يعني هن من عمر صغير طبعاً. قاعدين على السوشيال ميديا عم يتفرجوا احاديث اهاليهم، الاحاديث المحيط، شفت فلان شو عمل، هاد ناشرين صح. عنه، مع انه ممكن هالقدوه ما تكون جيده بالمره. هلا انا كثير عندي مثلا تواصل مع المراهقين، بتلاقي مثلا بقول لك لاعب فلان. هلا لاحظي انه المراهق لما بيحب لاعب بيعرف قصة حياته طبعاً، بتابع كل بكرة تفصيل. القدم شو بدك بقصة حياته؟ لا، بيكون عارفان كل شيء عنه، وقت بده يحكي بيقعد بيحكي لك قصة حياته. كتير مهم ننتبه ابننا مين عم يتابع. ما هي القصة انه ما نحن نستنى لابننا يعلق وبعدين نقول يا أهل الله انقذوني، لا، نحن بدنا ننتبه لابننا مين القدوة عنده. وهون دورنا بانه نحن بهي المرحلة العمرية يا إما أنا أكون دائماً متابعة ابني أو مسجلته بنوادي ودورات تساعد على تثقيفه، تساعد على وجود قدوات حقيقية بحياته، وننتبه ابننا شو عم يتابع بالتي في، يعني شو عم يتابع برامج حتى بالإنترنت، شو البرنامج اللي بيتابعه بشكل مستمر. تركي إنه بيشوف الصفحات، وأكيد في برامج أنا بقدر راقب ابني شو عم يشوف. يعني هي دوري أنا كأهل، ما لازم أغفله كدور أهل. لكن برجع بقول لك، إذا أنا كنت واعية ومنتبهة، المسؤولية تجاه المراهق مسؤولية جدا صعبة، أبدا مسؤولية ما لها سهلة. يعني أنت بدك تكوني مستعدة لشخص كتلة من النشاط، استعدار كامل يجاد لك 24 ساعة يطالب بالشغلات اللي بده إياها، خزانته ما بده حدا يفتحها، غرفته ما بده حدا يفتحها. يعني أنت عم تتعاملي مع شخص ساكن عندك وما بدك تتدخلي فيه، عرفتي شو السيرة؟ يعني مع عم ياخذ مصروفه وعم يطالب بحقوقه، بس ما بده حدا يقول له شو واجباته. فهون الموضوع ما له سهل طبعا. تعرفي تتعاملي معه بشكل انه انت بلحظه تعطي الامر وتطنشي، وبلحظه تحطي خيارات. هي القصه انه انت ما بين اللين وما بين الشد، ما فيك تشدي ولا فيك تتراخي، وبدها كثير صبر، مره من الاب، مره من الام، مره من قريب انت بتثقي فيه. بدنا نطول بالنا ليوصل لمرحله الامان. بالإضافة أنه التكرار، لما أنت بتكرري معلومة عليه حيقتنع فيها، أما إذا بتكرري عليه أنت سوري أنت فاشل، أنت ما بتفهم، أنت عنيد، فهو فعلا حيصير عنيد وفاشل. بينما أنا بقول له أنا بعرف ليش أنت عم تعمل هيك، لأنه عن جد أنت حابب تكون مستقل، وأنت مستقل أصلا، أنت شاب بالنسبة لنا. بس الشاب اللي شايف حاله أنه هو شاب، أو اللي شايف حاله أنها هي صبية، تكون صبية بمسؤولياتها، صبية بتلم أغراضها، ما بتستنى حدا يلم لها اياهم، بدك تثبتي انك كبيره وناقشك بتقومي بواجباتك.
بدك تعطي خيارات. احيانا ممكن تستغربي اذا لقيتي مراهقه شو بتقول؟ ماما بدها يعني مثلا اجري جريات وهي قاعده عم تقارن حالها بامها، لا تستغربي لانه هن بيصيروا ايه تماما يعني بصير هو يعني كانه بينسى انه هو الابن الحد خلص بصير هو مفكر حاله انه هو خلص فرد مثلنا مثله والامور طبيعيه بدون مسؤوليات بس نحن عنا واجبات. فهون نحن مو ننصدم ونعيط ونعصب، الصريخ على الولد ما بيجيب نتيجه. صحيح. قدر الامكان نكون هادين، وبرجع بقول لك نحن بشر بالاخر ممكن نعصب ممكن نشد، اكيد في مواقف بدنا كثير نشد فيها، لكن نحن قدر الامكان ما بقول له انت خويف انت جبان، بصير بقول له لا انت شجاع مالك منتبه، لا انت قد هالموقف، لا ما تخاف، مو بقول له انت خويف او انا ابني بخاف، شو عم اقول له؟ انت بتخاف، انا ابني بيستحي كثير قدامه، بصير بيستحي اكثر، لا ليش لا يستحي وليش لا يخاف كثير وليش ما بيطيق حاله بعد هي تماما تماما. مثلا طالع له حبك بحاول انه يلعب فيه كذا، بتلاقي هي البنات هيك بيعملوا. حلو بكل حالاتك، انت شايف صورتك هلا بعد 20 سنه بتندم انك قصيتها وبتندم انك ما حبيتها. هيك كلمات التحفيزيه دائما انتقاء والحب والتقبل تماما، التقبل نكون صارمين ببعض المواقف، يمكن رفقات بمواقف ثانيه، كل هي التفاصيل يمكن عرفناها من حضرتك، ويا ريت فعلا تعدي هي المرحله بخير وسلامه لحتى نضمن مستقبل جيد لك. صحيح. بدنا نشكرك كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لك. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا.